وأبدأ بسؤالي لك سيد المعنى، أريد أعرف شنو اعتراضاتكم على عملية العد والفرز اليدوي اللي نفذتها مفوضية الانتخابات، وشنو التشكيك بهذا الموضوع؟ يعني وين التشكيك؟ عدت 25% من الصناديق اللي موجودة في المفوضية مع الانتخابات. بدن تحياتي لك ستيفا ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة زاكروس أينما كان. الاعتراض المقدم من الإطار التنسيقي بشكل عام ومن قبل حتى دولة القانون بشكل خاص هو جملة من ما رد عليه الإطار على ما قدمته المفوضية، يعني لم يأتي المعترضون بشيء من عندياتهم ويلقوه على المفوضية، بس لكن تحدثتم عن مخالفة قانونية في هذا الموضوع. شنو هي المخالفة القانونية؟ يا مفوضية بضاعتكم ردت إليكم. المخالفة القانونية اللي سلمت المفوضية يعني عدد ليس بالقليل من المرشحين والكيانات السياسية أشرطة النتائج. شريط النتائج اللي مستلمينه معظم المرشحين أنه يقرأ مثلا 9000 صوت، ولكن المفوضية أعلنت على رؤوس الأشهاد بالإعلان الابتدائي للنتائج أنه هو 6000 صوت. أين الثلاثة؟ أين ذهبت؟ هذا الاعتراض الأول يجب أن نتبين به. القضية الأخرى أنه المفوضية التزمت بالقانون بالشق الأول ولم تلتزم بالقانون كاملا، يعني المادة 38 من قانون الانتخابات تنص على أنه يجب على المفوضية إعلان النتائج الكاملة خلال 24 ساعة أو بعد 24 ساعة من تاريخ الإقفال. المفوضية التزمت بهاي الجزئية، وحتى التزامها بهاي الجزئية هي أعلنت نتائج أولية غير كلية، نتائج جزئية، لأنها أبقت على محطات القرعة اللي جنابش تذكريها اللي فرزت أنه هاي المحطات أنه تطابق عد وفرز يدوي، وإذا ثبت إذا ما ثبت أنها هي مطابقة للعد الإلكتروني يعتبر المركز كله فائز. وهذا طبعا خلل فني حقيقي. ليش خلل فني حقيقي؟ لأنه إذا كانت حتى الآن المطابقة اللي طابقتها المفوضية وأعلنت على أنه 100%، طيب إذا كان في هذه المحطة أنا مو بس أعد عدد الأوراق المطابقة للنتائج مع عدد الشريط، هذا المعترض معترض عنده مشكلة بالدائرة الانتخابية وليس في المركز، في المحطة أو في المركز. إذا كان هناك يعني عدالة من المفوضية، احنا ذهبنا الى حل وسط انه ما نريد انه المفوضية تذهب الى عد وفرز شامل لكل اليدوي وتسقط النتائج الالكترونية. لا، 1400 طعن اللي تحدثت عنها المفوضية اللي تقدمت بها الكيانات السياسية 1400 طعن، فلينظر بال 1400 طعن، مو تيجي تفرز لي تاخذ لي في اول يوم 181 طعن وتطلع منهم 7 ينظر بالسبعة ويغفل البقية. لا، مو اختيار، يعني ليس من حق المفوضية وإن كان التصنيف حمراء أو خضراء أو صفراء. أنا أريد المفوضية مثل ما طالبني أنا ككتلة سياسية أن أسبب، يعني أعطي سببا لطعني، فبالتالي ولهذا كان بيانكم هذا اليوم، يعني وتحدثتم بنقطة مهمة جدا بإهدار مئات الآلاف من الأصوات لناخبيكم. طبعا بما لا يقبل الشك ست هيفاء، إذا فرزنا محطة واحدة من المحطات بعد فرز إلكتروني وقلنا مطابقة، هذا يهدر ما تبقى من المحطات الأخرى. أنا طاعن بالدائرة الانتخابية كلها، مو بالمركز الانتخابي واحد. نعم.